السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. ده الزرع بتاعي بتاع ده النعناع. النعناع يا جماعة انا زرعته من يعني من عقل، يعني مش عقل اللي هو العيدان، اشتريتها من السوق وفضيت منها الورق ده كله وبعد كده رحت زرعها. احسن تربة، احسن تربة تبني يعني تعمل نعناع فيها اللي هي البتموس، اللي هي البتموس اللي هي دي احلى تربة تقدر تعمل بيها، اللي هي التربة الخفيفة دي تربة جميلة جدا اسمها بتموس. بتموس دي اختراع. انا شلت كل العيدان اللي في النعناع، كل الورق اللي في النعناع، وبعد كده رحت جايب التربة دي ومليت بيها القصيص الزرع، وبعد كده رحت حطت فيها العيدان، وبعد كده قعدت ترويها يوم ويوم لا، يعني يوم اه يوم لا، يوم اه يوم لا. حتى بصوا تلاقوا، بصوا العيدان طالعه شكلها تحفه. ودي انا عموما انا يعني زارعها في البلكونه عندي، يعني تخيلوا انا زارع النعناع ده كده في البلكونه عندي. ده اختراع بمعنى اختراع اهي. دي حتى النموات اللي طلعت جديده، وفي نموات صغيره اهي بتطلع اهي، اختراع بمعنى اختراع اهو، وهو كمان وفي نمو صغيره اهي. دي احسن طريقه لزراعه النعناع في البلكونه، تجيب تربه فيها بتموس. بتموس ده اختراع بصراحه يا جماعه، دي من احلى التربه بصراحه. دي تلاقيها في اي حته، حتى الناس اللي بت عندها اكل دراي فود والكلام ده بيبيعوا حاجات البتموس دي عشان اللي بيربي سلاحف وكده. بتموس، وتروح جايب العود بتاع النعناع اللي زي ده وتشيل منه كل الورق اللي فيه، كل الورق اللي فيه، وبعد كده تغرزه، وكل يوم ويوم لا تقعد ترويه الري علشان يعني تملى خالص الري اللي هو الغمر ده. وبعد كده بصوا دلع والله العظيم، انا بحب قوي ريحه النعناع ده كمان، وفي كمان ريحه النعناع السعودي. السعودي ده جميل، ده النعناع البلدي بتاعنا الجميل. فان شاء الله سايبه كده لحد ما انقله كمان بقى في حوض اكبر واكبر، بحيث ان هو يطلع لي نموات احسن واحسن ان شاء الله. بس كده، فاتمنى لو عجبكم المحتوى تعملوا لايك وتشتركوا معايا في القناه، ولو انتوا على تيك توك اعملوا فولو للاكونت. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.